التحية متجددة بكم مشاهدين الكرام، والتواصل مستمر بحضراتكم في أشواط هذا اليوم، انطلاقات مكرمة سيدي رئيس الدولة حفظه الله ورعاه التي تنطلق في أول أسبوعها في هذا الموسم الحافل بالإنجازات، حيث نستبشر ويستبشر ملاك الأصايل بالخير في هذا الموسم الجميل، ينطلق على بركة الله وتوفيقه شوط جديد من أشواط الخير والبركة، شوطنا أيضا الخامس في تعداد أشواط هذا اليوم الخاص بمنافسة الجعدان لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، حيث نسير ونتشرف بالحضور على مقدمة هذا الشوط. من يتقدم على المقدمة والمركز الأول هنا شرط على الصدارة الأولى، شرط من هنا يتصدر الجميع سلالة شرط، من تفرض بهيبتها على مقدمة هذا الشوط. حمد بن علي بن دغيميل الجحافي على الصدارة الأولى ينطلق على المركز الأول، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني ليتابع على ثاني المراكز دحداح، يتقدم بشعر أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي، يتقدم الناطق الرسمي في يوم الاحتفال، في يوم المتعة، في يوم الإثارة القوية، في يوم ملتقى الشعارات القوية والمثيرة، بينما أنتقل إلى المركز الثالث لأتابع الوصول والقدوم من قبل زيدان أحمد بن سعيد بن سالم علي نبي بالفعل، يتقدم مع المركز الثالث، بينما انتقل إلى المركز الرابع لأتابع الوصول بين هنا الطاير، يتقدم لعبد الله بن راشد بن شاسب المسافري على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس هنا يتقدم في هذه المنافسة القوية، يأتينا في هذه اللحظة شاهين سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي، يتقدمون أهالي منطقة العوير في يوم ملتقى الأسايل، في يوم ملتقى العمالقة، في يوم ملتقى الشعارات المختلفة بألوانها المشرفة في هذا اليوم في ميدان سيف العرب، أحد فروع ميدان المرموم في دانة الدنيا دبي. العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول. الله، هذا هو شرط. بدأ يباعد بالمسافة، بدأ يباعد بالمسافة، أيضا يتقدم على المقدمة القادم من السلطنة، القادم من ميدان الأبيض في مقدمة هذا الشوط. حمد بن علي بن دغيميل الجحافي يتصدر الجميع مع الصدارة الأولى في المركز الأول، بينما في المركز الثاني دحداح يتقدم دحداح مع الناطق الرسمي أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي على مستوى المركز الثاني، بينما الوصول مع المركز الثالث في المركز الثالث يتقدم وينطلق في هذه اللحظات هذا الطاير لعبد الله بن راشد بن كاسب المسافري غادما من ميدان السوان. أما في المركز الرابع الوصول، من اللي تحرك؟ الشامي، الشامي صالح بن محمد بن سالمين العامري ينطلق مع المركز الرابع، ولكن الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير، سلالة شرط، سلالة غنية عن التعريف، أحد بنوك الإنتاج مع بن خيرات في منطقة الوقن، يقدم لنا على الصدارة الأولى على المركز الأول. حمد بن علي بن دغيميل الجحافي قادما من سلطنة عمان الشقيقة، يبي يذهب بالسلامات إلى أهالي ميدان الأبيض، إلى أهالي ميدان منجم السبك بالفعل في سلطنة عمان. سلام بن دغيميل، سلام يا بن دغيميل، وبدون أي أوامر سلالة
التيشيرت الغنية عن التعريف تبعد بالمسافة تبعد بالمسافة. الله شوف الفارق شوف الفارق ما بينه وما بين المراكز الخلفية. سلام الله عليكم يا أهلي ميدان الأبيض بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. سلام لحمد بن علي بن دقيميل الجحافي الذي ينتزع الذي يطير بالسلامات إلى أهالي السلطنة. تهانينا والناموس تهانينا لحمد بن علي بن دقيميل الجحافي لحظة وصول شرط إلى خط النهاية ليهدي هذا الفوز والانتصار إلى حمد بن علي بن دقيميل الجحافي بينما وصل في المركز الثاني. هذا هو مشاهدين الأعزاء اللي هو وصل أيضا أم صيحان جمعة بن محمد بن عبد الله السبوسي المركز الثالث دعداع لأحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي المركز الرابع. المركز الرابع وصل في مشاهدين الأعزاء كان الوصول من زيدان لأحمد بن سعيد بن سالم الينيبي. هكذا مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء النتيجة للأربعة المراكز الأولى. عودتنا بالتهنية وناموس إلى مالكي شرط الذي انتزع ناموس هذا الشوط. أيضا تهانينا لأحمد بن علي بن دقيميل الجحافي على فوزه وانتزاعه لناموس هذا الشوط لحظة وصوله شرط إلى خط النهاية قاطعا للأربعة كيلومترات في زمن مقدار مشاهدينا الكرام في 6 دقائق و19 ثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز.